وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلني ربي. آمين يا رب. أنا لو تعرف تاريخي، أنا ما كان عندي علاقة لا بالدين ولا بالقرآن ولا بشيء من هذا، كنت يا الله. أعيش حياة عادية مثل جميع المسلمين ومثل جميع العرب. يعني رمضان كنا نقضيه في الأفلام والمسلسلات، مسلسلات المصرية آنذاك، يعني كنا نحفظ أسماء الممثلين ونعرف. وكان بداية حياتي كنت في المدرسة، وأعطاني الله عز وجل صوت جميل، فكانوا دائما يختاروني في الحفلات لأغني. ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يستخدمني في ديني، أسأل الله أن لا يستبدلني. آمين ولما يا ذهبت رب. إلى الجامعة، أنا من أهل تطوان، من أصول تطوانية، وأنا أصلي من جبل يسمى جبل الحبيب قرب ما تطوان، شاء الله. وأبي وأمي تطوانيين، ولكن أبي اضطره العمل ليسكن في العرائش، مدينة قريب جنوب تطوان، فازددت في العرائش. وقضيت مدة الابتدائي والإعدادي والثانوي والبكالوريا هناك، ثم ذهبت إلى الجامعة، عدت إلى تطوان. وعدنا لما أبي تقاعد من العمل، عدنا إلى تطوان نسكن هناك. ففي الجامعة يعني تعرفت على أفكار، هناك أفكار يسارية وإسلامية وغير ذلك، ففحني قلبي الإسلام. وكنت أول الكتب التي شريتها كتاب رياض الصالحين الإمام النووي، وكتابين أذكرهما الإمام الشعراوي رحمه الله، يعني أثر في كثيرا جدا. وكنت كانت مسيرتي التعليمية هي في العلوم التجريبية، كان السنة الأولى في الجامعة كانت بيولوجيا وجيولوجيا، وكنت يعني نقرأها بالفرنسية. وهناك يعني عرفت طريق الله تعالى، وعرفت أن الأمر جلل، فانقلبت يعني من الشر إلى الخير أقول. فقلت علي أن ألتزم، ولكن لا أريد هذا فلان يقول لي هذا حرام وهذا حلال، ولا أريد تدين الأشرطة. أنا ذاك ما كان إنترنت، تدين الأشرطة والكتيبات. فقلت سأذهب إلى جامعة أصول الدين، وكانت أصول الدين في تطوان آنذاك تابعة، كلية أصول الدين تابعة لجامعة القرويين بفاس. وعندي شرف أنني يعني في شهادتي خريج جامعة القرويين، هي أول جامعة في العالم. وأنا ذاك أخذت العلم عن أساتذتنا، منهم من مات رحمه الله ومنهم من بقي، فكلهم أساتذة الحمد لله الآن هم عمداء جامعات ورؤساء مجالس علمية. فأنا ذاك تخرجت من الجامعة، ووفقني الله أن زرت إسبانيا، عدت جيت إسبانيا.